في 16 أكتوبر من سنة 1975 أعلن المغفور له الحسن الثاني عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ، مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي الخامس من نوفمبر سنة 1975 خطب الملك الحسن الثاني كل المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة، والذين بلغ عددهم 350,000 مغربي ومغربية من جميع مناطق المغرب. لقد تسلح المتطوعون في المسيرة الخضراء بالقرآن الكريم والأعلام الوطنية، ولم يحمل خلالها أي سلاح، تأكيدا على أنها المسيرة السلمية. وبهذه المناسبة الخالدة ذكرى المسيرة الخضراء، يسعد تلامذة المستوى الثالث ابتدائي أن يقدم لكم